أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. في إطار تغطيتنا لفعالية المؤتمر الوطني 10 للطرق، يسعدني أن أستضيف ببلاتو القناة بالمؤتمر بالسيد عبد الله إسماعيلي، مدير الشؤون التقنية والعلاقة مع المهنة. أهلا بكم سيد إسماعيلي. ويسعدني كذلك أن أستضيف السيد الميلودي بن حمان، رئيس الفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية. أهلا بكم سيد بن حمان. شكراً على الاستجابة للدعوة. أولاً، يعني في إطار هذا المؤتمر تم يوم أمس التوقيع على عقد البرنامج الذي يهم تطوير الهندسة ومقاولة البناء والأشغال العمومية بين الحكومة ومهني البناء والأشغال العمومية. أول شيء، يعني هل قربتم مشاهدينا من بنود ومكونات هذا العقد؟ أولاً أشكركم على هذه الاستضافة. بفعل تم على هامش تنظيم المؤتمر الوطني للطرق التوقيع على عقد الإطار تحت إشراف السيد رئيس الحكومة وبحضور عدد من الوزراء. هذا العقد البرنامج هو نتيجة أو ينبثق عن دراسة أنجزتها الوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وبتعاون أو بمشاركة مع فيدراليات بناء الأشغال العمومية، فيدرالية الوطنية لبناء الأشغال العمومية، والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة. هذا العقد برنامج يضم عقد إطار وعشرة عقود تطبيقية. ترتكز هذه الاستراتيجية التي نبثق عنها هذا العقد على دعامتين. الدعامة الأولى هي تأهيل وتحديث قطاع بناء الأشغال العمومية بصفة عامة، ويضم 6 ديال الملفات استراتيجية. والدعم الثانية وهو ضمان التفوق والإشعاع الدولي للمقاولات، ويضم كذلك 5 ديال الملفات الاستراتيجية. أذكر بعض الملفات الاستراتيجية اللي هي واردة في العقود التنفيذية لكل القطاعات. أولا، الملف الاستراتيجي الأول هو ضمان رؤية واضحة حول القطاع بين الأشغال العمومية، وهذا كان مطلب رئيسي للمقاولة والمهنيين. الملف الاستراتيجي الثاني هو تحيل إطار تنظيمي وتحسين الإجراءات الإدارية، هذا لضمان المناخ ديال العمل ديال المهنيين. الملف الاستراتيجي الثالث هو تعزيز الكفاءات وتحسين جاذبية المهن. الرابع، الملف الاستراتيجي الرابع هو تقوية التمثيلية المهنية وتشجيع العلاقة بين المهنيين. الملف الاستراتيجي الخامس تحسين تنافسية المقاولة. والملف الأخير بالنسبة للدعم الأولى هو العمل على إبراز مقاولة مواطنة. فيما يخص الدعم الثانية لضمان التفوق والإشعاع الدولي، الملف الاستراتيجي الأول هو إبراز التفوق والابتكار من ناحية من جانب المقاولين مكاتب الدراسات، تشجيع بروز مقاولات وطنية ورائدة، تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص، تكريس البعد البيئي، واخيرا الملف الاستراتيجي الخامس مواكبه البعد الدولي للمقاولات. هذا بالنسبه يعني لمكونات هذا العقد البرنامج. امر الان عند السيد بن حمان بصفتكم مهنيا، يعني طالما انتظرتم التوقيع على هذا العقد، ما هي القيمه المنتظره من هذا القيمه يعني المضافه المنتظره من توقيع هذا العقد بالنسبه لكم كمهني وكمساهم في يعني تطوير هذا العقد البرنامج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا على الاستضافه. شكرا. ثانيا، اريد ان اغتنم هذه الفرصه باسمي الخاص وباسم جميع المقاولين المنضوين تحت الفيدرالية بالتوجه بالشكر العميق للسيد رئيس الحكومة وإلى السيد وزير التجهيز والنقل والماء. أولا، السيد رئيس الحكومة شرفنا بالحضور شخصيا، وأنتم رأيتم أنه كان مهتما بهذه التوقيعات، ورغم أن الانتظار طال كثيرا لكن التوقيع كان تاريخيا، ربما يمكن أن نسميها اتفاقية الحسيمة. كانت اتفاقية الحسيمة بكل المقاييس، يعني حضور هذا العائل الضخم ديال الوزراء تبارك الله، وحضور رئيس الحكومة شخصيا يدل على الأهمية التي تولي هذه الحكومة لهذا القطاع. وأخيرا، يعني نحس في قطاعنا كمقاولات أنه حان الوقت لتتضافر الجهود بين المهنيين وبين جميع مصالح الدولة. نعم. التي نتعامل معها لكي نقفز قفزة نوعية
أكبر مما قفزنا، ولا ننكر أن هناك مكاسب حصلنا عليها منذ في السنين الماضية، لكن نريد أن نعزز هذه المكاسب ونريد أن نقفز قفزة نوعية لنواجه التحديات التي تواجهها المقاولة، وبالتالي التحديات التي يواجهها نطاق الشغل وفرص خلق فرص الشغل في ميدانها. يعني بلغة يفهموها جميع المشاهدين ديالنا، شنو كتنتظروا بالضبط من هذا العقد البرنامجي؟ يعني المشاهد ربما كيقول شنو هو هذا عقد البرنامج، شنو يعني شنو كيعني شنو بالنسبه للمهنيين في القطاع؟ يعني ربما كاين مستويات مختلفه، توضحوا لنا يعني بصفه يعني مبسطه شنو كتنتظروا بالضبط من هذا العقد البرنامج، وشنو هي يعني القيمه اللي غادي يجي بها؟ اولا يجب ان يفهم المشاهد الكريم اننا في الفيدراليه لا ننتظر من الحكومه ان تعطينا منح أو أن تعطينا هبة. فالعقد البرنامج ينبني على مراجعة بعض النصوص الأساسية وتطويرها لكي تصبح قابلة للتطبيق والتنفيذ في العصر الحاضر، ولكي نعطي للمقاولة المغربية نفسا جديدا حتى تتمكن من التصدير واكتساح أسواق إفريقيا، لكي يتمكن المغرب من نيل نصيبه من هذه الأسواق التي تتجارى عليها جميع الدول وجميع المقاولات الأجنبية. لذلك ننتظر من هذا العقد، كما لمسنا كذلك عند الجهات المختصة في الحكومة، كلنا ننتظر أن يعطي هذا الزخم من الكم الذي يتواجد في هذه العقود نتيجة مرضية للجميع، لكي نخلق أكثر مناصب من الشغل، ولكي نطور مقاولتنا، ولكي نزيح من طريق المقاولات ما يعيقها من مشاكل للاستثمار. مشاكل كثيرة، التعطيل في الأداء، نزول الأثمان لدرجة لم تعد تحتمل، يعني التعيق. هناك عزوف كبير من ناحية الأبناك المغربية التي لا بد لها أن تراجع نفسها في هذا الإطار، لأن المقاولة تنبني على كذلك المسائل المادية. ومن جهة المقاولة هناك نقائص لا ننكرها كذلك فيما يخص التأطير، فيما يخص الرأسمالة، فيما يخص تطوير آليات الإنجاز باستعمال تقنيات جديدة، باستعمال طرق جديدة في التدبير، وكذلك تحسين الميزانية المالية فيما يخص الكفاءات المالية للمقاولة. إذن هذا العرس الذي احتفلنا به أمس اليوم، هذا يوم البارحة، كان عرسا بمعنى الكلمة. وبدون استثناء فجميع الأعضاء المنضويين تحت فدراتنا كلهم يعني تغمرهم فرحة كبيرة، ولهم انتظارات كثيرة، ولكن لهم الثقة التامة في بلادهم وفي ملكهم وفي حكومتهم. نعم، أمر الآن السيد إسماعيل، يعني ما هي الإجراءات التطبيقية التي ستقومون بها يعني لتنفيذ هذا العقد يعني في ظروف جيدة؟ بالفعل هذا العقد فيه واحد البوند ديال الآلية ديال التنفيذ والتتبع، كاين لجان مشتركة بين الحكومة أو القطاعات والفيدراليات، غادي تبقى تجتمع بصفة دورية. كاين الاجتماعات، كاين لجان التتبع، كاين لجان اللي غادي تأثر هذا اللجان ديال التتبع، وكذلك سنعتمدوا لأول مرة إن شاء الله على واحد مكتب دراسة اللي غيكون مختص، اللي هو دينا ديك العملية ديال بي ام او بروجيكت مانجمنت اوفيس، باش يمكن يدينا تتبع يومي لهذا البنو ديال هذا العقد. ويشير كذلك بأن العقد برنامج فيه واحد 21 التزام واضح، وتقريبا جميع القطاعات فيهم عندهم هذا الالتزام بصفة مشتركة، وسيمكن إن شاء الله نديروا واحد التقييم
قيم كل يعني هناك متابعة سوف تتتبعون يعني لتنفيذ هذا العقد لتأكد يعني من نتيجته من النتيجة المنتظرة لتنفيذ كذا لتنفيذ هذه الالتزامات كل وزارة على حدة وكذلك التزامات ديال الشركاء ديالنا اللي هما يعني هضر عليهم السيد الرئيس. الهدف هو هدف احنا عندنا هدف واحد انه باش طلعوا باش هذا القطاع يزيد القدام ان شاء الله. الهدف ديالنا كبير اولا ان شاء الله المقابله ديالنا انها تصدر الخدمات ديالها وكاين كاين بعض المقابلات اللي بداو هاد العمليه وان شاء الله غادي يكون واحد المواكبه ديالهم اللي كاين كاين كذلك في كآلية كاينه في هذا العقد ان شاء الله يواكبوا المقاولات في التصدير ديال الخدمات ديالهم الافريقيه خاصه. ودائما يعني في اطار تدبير هذا القطاع ما هي الاجراءات التي تقوم بها الوزاره لترسخ مبدا الحكامه في تدبير القطاع؟ لترسخ الحكامه في هذا القطاع وزاره التجهيز والنقل اللوجستيك تعمل دائما لضمان الجوده وانجاز المشاريع في اجال محدده وبكلفه معقوله. هذا كان عمل يومي وكذلك لضمان واحد المناخ ديال العمل المقاولات. وذكر السيد الرئيس اداء الاداءات في الاجل ديالها هذا كذلك من المسائل اللي تحرص عليها السيد الوزير وتحرص على جميع المكلفين المديرين المكلفين بالقطاعات. على سبيل المثال دونك تم بين المسائل ديال اللي بين العمليات اللي تهدف لترسيح الحكمة وتحيين دفاتير الشروط العامة والدفاتير الخاصة باش كذلك تعميم عملية التدقيق من ناحية باش نتأكدوا بأن راه الجودة كاينة وكذلك بين الأداءات نداروا في الأجل ديالها وبأن الصفقات تعطاو يعني هاد الإجراءات واش هي يعني في نظر يعني المهنيين واش كتشوفوا بان هذه الاجراءات كافيه يعني لاخراج هذا القطاع من الازمه التي عاشها في السنين الاخيره؟ لا ننكر ان منذ 6 أو 7 سنوات يعيش القطاع ازمه اصبحت اليوم ازمه خانقه. والكل يعترف بهذا ولا ننكره. ازمه خانقه لعده عوامل. اولا البطء في الاداءات. ثانيا يعني تقليص ميزانيه الاستثمار من ناحيه الدوله. انتم تعلمون ان تعلمون ان مقاولاتنا كلها يعني تشتغل مع الدوله يعني مرتبطه كذلك بهذه الاستثمارات تاع الدوله. وارجعكم لسنه 2013 لما الحكومه قررت ان تخفض الميزانيه في التجهيزات ب 13 مليار ديال الدرهم ونحن لا زلنا اليوم نؤدي ثمن هذا القرار. فاليوم لا بد أن تتضافر الجهود. هذه بلادنا. وأي تقدم لبلد لا بد أن تكون هناك مقاولات قوية. وقد بنى المغرب هذه المقاولات. وقد استثمر فيها في رجالاتها وفي آلياتها وفي تقنياتها. ولا يسمح لأي كان أن يترك هذا القطاع يتخبط في مشاكله وحده. ولهذا رأيتم أن الحكومة وعي بهذا المشكل. وهذا ما يفسر الإمضاء للاتفاقيات أمس البارحة. ننتظر ونحن يعني متفائلين كذلك من الحكومة ومن الأعضاء الحكومة يعني وزراء سادة وزراء المحترمين الذين أمضينا معهم هذا العقود أن يكون هناك تجاوب سريع. ونحن قد استعدنا لهذه المرحلة بحيث أوجدنا 10 لجان نريد أن نشتغل مع كل الوزارات مرة واحدة. يعني كل وزارة عندنا لجنة مختصة اللي غتشتغل معها في نطاق العقد البرنامج ديالها. وننتظر أن تكون هناك استجابة سريعة من هذه الوزارات لكي لا نمضي وقتا طويلا في المفاوضات العقيمة التي قد تفقد الوقت بدون سبب. ونريد كذلك أن نوجه من هذه المنصة خطابا ل شركائنا مكاتب الدراسات الذين نحترمهم جميعا لانهم شركائنا في هذا العقد الاطار ان تتضافر الجهود كلها وان يكون هناك اتجاه واحد وهو كيف ننجح هذه التجربه الوحيده
والتي انتظرناها مدة سنين والتي لم تأتي عن فراغ كما قال السي إسماعيلي، جاءت عن دراسة أنجزها مكتب دراسات معروف يعني بشراكة مع كل الشركاء الذين أمضوا هذا العقد، وزارة التجهيز والفدراتين باثنين، يعني لما أقول شراكة شراكة مالية ومادية ومادية. وإثر هذه الدراسة اقتنع الجميع أنه لا بد من هذه العقود كي نراجع ما هو يراجع ونكرس ونثبت ما هو ثابت وهو معقول. ولقد خطونا خطوات كثيرة الحمد لله في هذا الإطار، ونحن متفائلين ونتمنى الخير إن شاء الله. خير. كلمة أخيرة سيد إسماعيل قبل أن ننهي هذا الحوار. هل نذكر كذلك أنه بالنسبة باش نعطي الرؤية للمهنيين، فوزارة تنظم في بداية كل سنة واحد لقاء لإطلاعهم على برنامج استثماري، وذكر انه بالنسبه لهل برنامج استثماري لوزاره التجهيز والنقل اللوجستيك فوق 30 مليار ديال الدرهم سنويا. نعم. وتندير هذا الاجتماع هذا باش تيحضروا المهنيين والمقاولين خاصه ومكاتب دراسه ومكاتب مراقبه، وكل قطاع تيجي عرض البرنامج ديالو السنوي والصفقات اللي غادي يعمل عليها باش المهنيين توجدوا رسوم لهذا البرنامج. وهذا تكرس كذلك في هذا العقد برنامج باش يكون ماشي الوزاره ديالنا ان جميع القطاعات تعهدوا باش انه سنويا يعلنوا على البرامج ديالهم باش تكون الرؤيه واضحه بالنسبه للمقاولات. كذلك ذكر بان الوزاره على وشك الانتهاء من واحد الدراسه ديال وضع مرجع للاثمنه، باش الاثمنه كما قال ما يكونش ذاك لاكاس دي بري اليوم سميتو، باش الاثمنه تكون مرجع ديالها واضح بالنسبه لجميع الادارات وكذلك بالنسبه لجميع المقاولين. وغادي نعلنوا عليه في هذا نديروا واحد لابليكاسيون انفورماتيك تطبيق الكتروني باش يمكن لهم ياخذوه كمرجع ان شاء الله. اذا اشكركم على تلبيه دعوه القناه وعلى كل هذه التوضيحات التي قدمتموها لنا. شكرا لكم سيد اسماعيلي، شكرا لكم سيد بن حمان. شكرا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم وإلى لقاء قادم بحول الله.